كان شكون اخ بلال، خاي بلال الغريب صديق الوفي. الله الله يبارك. علاء فاش كدك هكا الكبش؟ شوف يا بعضا كل واحد الله يعاونو، النية أفضل من العمل، كاين شي حاجة أكثر من هذه أخويا. والمقضي. أخويا. فاش كدك هكا الكبش هذا؟ مالو؟ فاش كذكرك؟ إوا فيما غيذكرك أنت غيذكرني أنا، وغيكون الذكرى للأمة كاملة. أه فايش؟ هي ذكرى أبانا إبراهيم وهو من سماكم المسلمين، وقال ولا أطمع إلا أن يغفر الله لخطيئاتي، ولا أرجو إلا رحمته، ولا أرجو إلا لقاءه. الله. والله فداه يعني وافتداه. والله يجعل الله يكون ربنا ورب إبراهيم وهو أبانا وهو من سمانا المسلمين، أن يكون فداء لنا كما كان فداء لأبينا. اللهم أحسن بنا كما أحسنت بأبائنا الأولين، وجعلنا من المحسنين، إنك أنت خير من أحسن، وأنت خير المحسنين. نعم. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تكن من الجاهلين. وهذا كله من فضائل الله علينا، والحمد لله اللي بقى هذه العقدة، وهذه العقدة صحيحة ربطانا. مهما انحرفنا ومهما تلفنا وكنرجعوا للاصل ديالنا والفصل ديالنا، والاصل لا ينخسلخ ولا ينفصم على اصله. والله العظيم هذا شرف لنا اخي العزيز، وشرفنا الله وشرفكم، وهذا قدر يعني قدرنا الله به، ونعم القادرون. وحنا خصنا نقدروا الامر هنايا، ونقدروا الله فيه، ونقدروا بعضنا، ونقدروا نفسنا، لعله يبقى هذا القدر ماشي على الموازين الطيبه في الميزان المقبول، لعله يكون في الخالدين يعني برضوان الله. والله يستر ما فات وإليه يفضح ما بقي. أمين. والله ستر، ولولا نعمة الستر عليكم عباد الله لما أراد أحدكم أن يرى أخاه لاختبأ كل واحد منكم وراء جبل، لأنه قد افتضح أمره وافتضح ذنبه وافتضحت سيئاته وافتضحت معصيته، وصار لا يرضى أن يراه أحد أو يراه أحد. وهذه هي الحقيقة. سي علاء، كيف سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي جاء عند ذاك الضيوف ذبح لهم عجل سمين؟ فجاءهم بعجل سمين. الا ان ذاك الضيوف كانوا ضيوف من السماء. الله. ماشي غنقولوا ما كانوا شي كياكلوا او ما كياكلوش، كيبقى علم عند الله، لان ذوك جاوا واحد السر. فسبحان الذي يطعم ولا يطعم، وسبحان الذي لم يلد ولم يولد. سبحانه. وما من شيء الا وخلقناه وجعلناه، كما قال وما خلقنا من شيء الا وجعلنا منه الزوجين. هذا بالتاكيد ان الله يؤكد انه وما خلق من شيء في هذا الكون. كيفما كان لون ونوع وشكل هذا الشيء الذي خلقه الله ذي الكون. نعم. إلا وهو قد جعل الله منه الزوجين الذكر والأنثى، حتى الريح لواقح. سبحان الله. إذن هذه أسرار تبقى عند الله. إلا أن ذاك الضيوف جاءوا على واحد الأمر، ما جاوش باش ياكلوا ويشربوا، وما جاوا على واحد الامر غيقضيوه، الا ان ذاك الراجل نيته تكتبت عليه، وديك النيه هي الخالصه من الامر. جعلنا وجعلكم الله من المخلصين. جزاك الله خير. ومن المخلصين، وهذا هو الخلاص من هذا الحقيقه. شي كلمه لواحد السيد كيحبك السي الحاج الصامدي القصر الكبير. ايوا سيدي الحاج الصامدي، انا كنسمع به منذ يعني هذه واحد المده ملي كنت في عرايش، وفعلا تلاقوني ناس وقالوا لي الحاج الصامدي كيسول. وانا نتكلم معك في اللايف في الواتساب. الا ان القدره ما حمدتش، ولا تجيب الوقت ان شاء الله، الا كان خير في هذا اللقاء لا حرمنا الله من اللقاء اكبر. امين. وتكون ملاقات الخير ان شاء الله. جزاك الله. وحنا بحالنا كنشوفوك من هنايا، واخا ما عمرنا شفناك ولا تلاقينا معاك. الارواح راها متالفه، والقلوب على بعضها، القلب على بعضه كما كيقول لك، القلوب على بعضها، بلا ذهب بلا فضه. اخي علاء، بلا نحاس بلا حديد كيتسمع. اخي علاء، محبه لله خالصه. اخي علاء، انه واحد الصديق ديالي الشلح الجهه ديال ساكودان، السي ابو بكر هذا من العلماء ديال البلاد ديالنا، تبارك وجا عندنا مسكين وساكن في الموحد ديالنا، ملي مشى بحالو مؤخرا مشى للبلاد ولا جا. واحد النهار اتصلت به، واسمعني علاء ما مخدمش الكونيكسيون، اسمعني، اتصلت به انا قلت له والفقي واش ما توحشتيني شي الكونيكسيون تسالات لك، بس انا نفتح لك الويفي. واخا علاء اسمعني، قال لي انا ما توحشتك شي، واش كتسمعني السي علاء؟ وتعجبت انا في هذا الامر هذا، كيفاش تقول لي واحد هو عزيز عليا وكيحبني مسكين الله يلا. فهمتي السي علاء؟ قال لي ما قال لي، قلت له وما دليلك؟ قال لي انا ديما كطلع لي في اليوتيوب، ديما كطلع لي كنتفرج فيك. الله يلا. تبارك الله السي علاء. الله يبارك فيكم. كنشكرك السي علاء، كنشكرك على الهديه. الله يشكر الله. جزاك الله خير. والشكر لله. شكرا. نريد منكم جزاء. شكرا. شكرا على الهديه. انما الجزاء محدود والاجر معدود. جزاك الله خير. والله العظيم هو سر في الخلود. شكرا. ليس الا محبه. خلينا نمشيو عند السي بلال. شكرا. السي بلال، ما رايك في هذا المشهد وفي هذه الهديه ديال السي علاء؟ مرحبا بك اخي عبد. انت لا يسعني الا ان اقول مرحبا في اي وقت اخي ابو حفص. الله يحفظك اخي بلال. شكرا اخوي. شكرا. شكرا اخي بلال. شكرا اخوي. اللهم بارك. يلا اخي بلال شد لي عيدان، انا نذبحو ان شاء الله. انا نذبحو اخي بلال. الاسم محمد فارس ان شاء الله النحيلي. شوف بغيت. لا خليني على بوحدي ان شاء الله. بوحدي سي باذن الله. شد معك تبارك الله. بوحدك على بركه الله. ان شاء الله. شفره شفره ماضيه. ماضيه اخي. الله يجازيك بخير. فين قبل اخويا؟ جيتك. خليك تما مرموط وخش.
هيدا اذا نطيحوا هيدا يا كبير. طيحوا هكاك وفسخ له ديك الكرده. الراس ديالو يا اخي العزيز، شوف اخي العزيز من احسن الراس ديالو. يدك يدك لا على اليمن هكا هكا وراسو على يدك ومرتاح فهمتي، باش حتى هو يمشي معك مرتاح. واحسن الذبيحه، بمعنى احسن الذبيحه انك لا تعذب. هيدك كما قيل حتى في الحرب اذا ما كنت في قتال مع عدوك لا تعذب. إذا هذا راه ماشي عدوك، هذا راه حبيبك. قالوا تم هو على الله ووجهه إلى الله وموجهه إلى الله. بسم الله بارك الله وعلى يديك في رحة ورحمة. إذا الرحمة يا أخي العزيز هذا هو الوفاق. لا تخاف بسم الله يا أخي العزيز. أنا على بركة الله هون الله عليك. جبت شوية هذا باش نفك من هذا إن شاء الله. وأحسن الذبيحة يا أخي. أنا هذا الشيء كامل قلناه. واحسن الذبيحه اقرب ما تعذبوش. الشفره ماضيه ياك ما تعذبوش يرحمك الله. وكتوقف واقف يا اخي العزيز باش كتجي الضربه عندك مجموعه. شبر يدك على انا سيدي. ما رانا نذبحوا حداك وانت كتشوف. بسم الله على اسم ان شاء الله محمد فارس ان شاء الله. الله بركة الله. هو ابننا وابن فريدتنا وكبدنا، جعله الله من الصالحين ان شاء الله لاهل البلد وللعبد، وبما شد به الله ان شاء الله الله يحرسه ويرعاه على بركة محمد فارس. محمد فارس بسم الله بسم الله بسم الله. مزيان صافي تبارك الله الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. تبارك الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من اهل اليمين. امين. واجعلنا من اصحاب اليمين. امين. ويمنا على ما يمنت عليه عبادك الصالحين. امين. ابانا ابراهيم مله الحنيفه، مله الانبياء وذريه ادم والنبيين اجمعين الى خاتمهم، الى ما يتم الله لهم وعليهم ان شاء الله الى دار القيام في الخالدين. امين امين امين. وجعلنا وإياكم من الآمنين إن شاء أمين. الله. اش كتقول في هذه الزيادة أخي علاء؟ الله يجعلوا من موالد الخير. أمين. الله يجعلوا بداك المثل اللي كيقولوا ما تخرجش منا ما يخدع. أمين. وتخرج منا ما ينفع وعندك يشفع. أمين. هذه هي الحقيقة اللي غاتسمعها، وكندعيو معكم أنتم وكندعيو مع أي مولود جديد غايجي للعالم يكون ينال من هذه البركة هذه. الله ما تخرجش منا ما يخدع، وتجعل منا ما يكون إن شاء الله صلاح للبلاد والعباد، وتجعل منا ما يكون في الدنيا ينفع وفي الآخرة يشفع ويتشفع إن شاء الله. إوا سيدي الله يجعلهم الصالحين، الله يزيدك فيه الخير والبركة والنور، والله يجعله من أهل الله ويجعلنا وإياكم من أهل الله المخلصين إن شاء الله. وليس الحق والفرق بين الباطل من هذه الحقيقة إلا الإخلاص أو الخيانة. لا خاننا الله فيه ولا خوننا فيه، وجعلنا وإياكم من المخلصين إن شاء الله. آمين 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 يا رب العالمين. وإني كما قال وإني لا أراك إلا من المخلصين. صدق الله العلي العظيم. الله يوفقنا. شي نصيحة للوالدين كيفاش يتعاملوا مع كيفاش يعاملوا مع الوالدين الحبايب؟ غادي نقول لك كاين اللي غنقول لك الإنسان النفسية. الله يجعل سيدي ربي يعاون كل نفس. آمين. كما قال ربي في هذه النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله يجعل سيدي ربي يعطيهم القوة ويعطيهم القبول ويعطيهم الصبر ويتثقل به على صدورهم بالأقدار، ويعطيهم مع تسع الخطر باش يوصلوا المسيرة في المواقف وفي الشدائد بالخصوص وفي الضراء وفي البأساء، باش ما يتعصبوش ولا داعي إلى العصبية، فمن دعا إلى عصبية ليس منه. وإلا وقع منهم شي خلل بحال هيدا عرفني الأبناء كيخصها تكون عم سيدي عند اللب، تكون لبيبة بهذه الأمور هذه ونبيها بها باش ما يردوش عليهم بداك الأداء باش يوقعوا في خطأ كبير. ولأن أخطاء كثر أخطاء، والإنسان يكون ذكي ويستعمل شوية الذكاء ويطلب الله العون. إياك نعبد وإياك نستعين في أمور الدنيا والدين، وما توفيقنا إلا بالله. إذا دائما مع الرحمة الله تراحم يا أخي العزيز. والوالدين يتعاملوا مع أولادهم برحمة، والولاد يتردوا على والديهم بالرحمة، وكيف ما كان هذا يصبر مع هذا. وإن الله مع الصابرين إذا صبروا كهذا الصبور، وهذا الصبور حبيب على الله. أحسن الذبيحة. إذا المسألة هنا يا أخي العزيز الإنسان كيف سيكون فهمتي على هذا الباب هذا وعلى هذا الشرعة هذه وعلى هذا النهج هذا وفي جميع المواقف، ويبحث في العلم ديالو ويبحث في الدين ديالو، لعله يعني إذا قصر ما يقصرش بزاف، يقصر غير شوية، وإلا نقص ما يكونش النقص أكبر. والكمال والجمال لله وحده،
والسلام السلام السلام ولا يدوم الا السلام. مبروك على الاخ عمر الابن ديالو محمد فارس، زيادا على اللاله زينب بنت عمر ابو حفص، وهذا يعني فرحه منا كنشاركوا الاحباب ديالنا. حفصه اللي عندي في العرائش، وحفصه اللي في العرائش، انا كنشاركوا الاحباب ديالنا في الافراح وفي الاقراح، والقلوب ديالنا سليمه مع مولاها. وهذا هو الوصال ديالنا مع احباب الله في ارض الله، وخصوصا في امه الحبيب. وهذه زعما باش ياخذوها الناس كاملين وياخذوها بهذا الوصف هذا، لا مع القريب منهم ولا مع البعيد منهم، ولا مع اللي كيعرفوه ولا مع اللي كيعرفوش. والله وصل المسيره بصيره الرحيم، والذي هي مبنيه على الرحمه. وبالحقيقه من صادها وصله الله، ومن قطعها قطع الله، ولا قطيعه مع الله. لا قطع الله بيننا وبينكم الطريق، ولا بينكم وبينه الطريق، وزادكم الله في تيسير هذا الطريق. يسر الله وما يسر، يسر الله امورنا واموركم وامور البلاد فيه امور البلاد والعباد بقدره العظيم، وما قدر الله حق قدره ونعم القادرون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، بأزكى الصلاه والسلام على خير الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه صلت عليه الملائكه، ومن صلت عليه الملائكه فلا خوف عليهم ولا حزن. والسلام السلام السلام ولا يدوم السلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى لقاء اخر ان شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا خير على متابعي قناه ابو حفص الحيلي. لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم احرار، والسلام عليكم ورحمه الله.